ملتقى الصحة وجودة الحياة الذي تنظمه إقامة دبي بمشاركة عدد من الأطباء المتخصصين في القطاع الطبي، ناقشوا خلاله أبرز مسببات مرض السرطان وأنواعه وطرق الوقاية منه، مؤكدين أن العلاج في الإمارات يضاهي الدول المتقدمة. اليوم في ملتقى الصحة وجودة الحياة مهم جدا هذه الملتقيات وأيضا ندوات لتعريف المجتمع عن أهمية الصحة وأيضا الوقاية من جميع الأمراض وخاصة مرض السرطان. طبعا مرض السرطان من أكثر أمراض انتشارا للأسف، يعني وهو ثالث سبب الوفاة دولة الإمارات. أسباب كثيرة، ولكن الأهم من ذلك هو معرفة متى وكيفية الذهاب للأطباء في التوقيت المناسب، وأيضا الالتزام بالفحص المبكر للسرطان. الفحص المبكر للسرطان هو الطريقة الوحيدة حتى نستطيع تفادي أو تأخير تشخيص سرطان في مراحل متقدمة. فنتمنى بإذن الله من الجميع أن يأخذون هذه النصيحة اليوم، يقومون بالفحص المبكر للسرطان. الفحص المبكر للسرطان يبدأ بشكل عام من سن 40، فأي إنسان بلغ سن 40 يروح ويفحص عن سرطانات كثيرة، من سرطان الثدي في النساء، سرطان القولون المدخنين، أيضا سرطان الرئة، وأيضا سرطان البروستات في الرجال في سن 50. ولكن الأهم من ذلك خصص يوم واحد فقط في السنة للذهاب للطبيب وعمل هذه الفحوصات لوقاية نفسك وأهلك. ونتمنى الصحة والسلامة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر حقيقة كل من قام على هذا المؤتمر الصحي الجميل. رسالتي هنا نقطتين واضحة ومحددة. أنا أتمنى أنه لا تزور الأخصائي الاجتماعي أو النفسي وقت الحاجة فقط، بل زور بشكل دوري وشكل مستمر عشان أضعف الإيمان وقائيا، تكون محافظ على صحتك الاجتماعية والنفسية. هذه النصيحة الأولى. النصيحة رقم اثنين، خلينا نقول ناخذ الحياة ببساطة وبلاش تعقيد، ما نعطي المشاكل أو المشكلات أكبر من حجمها، وتأكدوا إنه لكل مشكلة حل بطريقة علمية، وحطوا أكثر من خط على طريقة علمية. وأتمنى للجميع التوفيق يا رب والسداد. سعيد اليوم بحضوري لملتقى الصحة وجودة الحياة في إقامة دبي. هاي الملتقيات تنشر الوعي بين الناس وتفيد الناس وتعزز ثقافتها الصحية والطبية. كان لي حضور في الجلسة الأولى باستضافة أطباء مختصين في مجال الأورام والسرطانات، تكلمنا على أهمية الفحوصات المبكرة والكشف المبكر، كذلك دعم الصحة النفسية لمرضى السرطان وأهاليهم. والجلسة الثانية كان عندنا حول الصحة النفسية في بيئة العمل وتجنب الإنهاك الوظيفي والاحتراق الوظيفي. يعني باختصار نحن نوصل الجميع إنهم يشدون حيلهم في هاي الملتقيات ويوعون نفسهم من الناحية النفسية والطبية، لأن دائما الوقاية خير من العلاج.